انا كتبت كونسبت لتر جهزتها ونزلتها عندي على الموقع، راح اعلمكم كيف تحملها مشان انت تطبع عندك او بتنزلها عندك على الكمبيوتر، بتحط الاسماء وبتروح بتطبعها او بتطبعها مثل ما هي وبتكتب الاسماء بخط يدك على كيفك. تمام، اول شغله بتدخل على جوجل وبتكتب طاهر الزير، هذا طلع اول واحد طاهر الزير دوت كوم، تدخل جوا هذه مقالات كاتبها انا، عده مقالات، ادخل على اي مقاله، خلينا ندخل على اول وحده. تمام، هذا الموقع بتنزل لتحت، هي هذه هنا هاي احدث المقالات، يعني اخر شيء نزلته هو عن هذا letter of consent to a British passport application، ورقة موافقة من الابوين للجواز السفر البريطاني، في تضغط عليها. طبعا هنا الموقع فيه مقالات كثيرة، انت شوف اذا بتحب تقرأ بتستفاد، يعني في شغلات كثير مهمة. تنزل لتحت، انا هنا كاتب بالانجليزي وبالعربي، كاتب هنا letter of consent to a British passport application، هذا يعني مقدمة، هذا بس عبارة عن مقدمة، بس هنا المهم I have prepared a letter ready to consent the application for a British passport for your male children، هذا for male children للأطفال الذكور، يعني أنا هنا جهزت وبقول جهزت ورقة منشان أطفالك الذكور، يعني هي ورقة موافقة، you can download it from here، شايف هذا الخط الأحمر معناتها الورقة هي موجودة تحت هذا الخط الأحمر، بس ضغط عليها تنزل عندك على الكمبيوتر مباشرة. هنا letter of consent هذه للذكور فقط لا غير. هلا الوحدة بعدها للإناث، بس خلينا نفتحها شوفها، هي very simple. إذا بدك تسوي update عليها يعني تكتب اسمك بتساوي enable editing وبتبدأ تكتب. هذه هنا I consent to the application for a British passport for my son، وبتكتب اسم ابنك، يعني أنا أوافق على طلب للجواز السفر البريطاني لابني، تكتب اسم ابنك هنا بهذا الفراغ. اذا انت طبعتها مثل ما هي بتكتبه بالقلم هنا، تمام، بالقلم الاسود. اذا ما بدك تطبع مثل ما هي فيك تحذف هدول النقاط، تمام، تحذفهم هيك وبتطيح سطر هيك وبتكتب اسم ابنك. بعدين هنا full name of a person with a parental responsibility، الاسم الكامل للشخص يلي يحمل مسؤولية الأبوة، تكتب اسمك مثل ما قلنا، يا اما تحذف هدول النقاط وتكتب اسمك، يا اما مثلا بتخلي النقاط وبتطبعها وبعدين تكتب اسمك على كيفك، او بتحذف النقاط يعني على كيفك. relationship to the applicant، انت شو بتقرب لما بتطلب، هل انت الاب او الام، تكتب father or mother. بعدين هنا العنوان الادرس، تكتب عنوانك السكن، بعد ما كتبتهم وخلصتهم تطبع بتحط signature بتوقع، وبعدين التاريخ، تاريخ يعني هلا مثلا، هلا نحن مثلا خلينا نقول 15/5، هذه مشان ابنك، بتكتب هذا الوراء انت، يعني بتنسخ نسختين بتكتبها انت، بعدين بتجي مثلا زوجتك كمان بتكتبوا نفس الشيء، انا موافقه على انه ابني يحصل على جواز سفر، بتكتب اسم ابنك، بعدين هنا المدام بتكتب اسمه، وبعدين هنا ريليشن شيب بتكتب مثلا هنا ماذر الام، وبعدين بتكتب العنوان، بعدين بتوقع، بعدين التاريخ، تاريخ اليوم هلا 15/5. تمام، اذا عندك بنات السطر اللي بعده او الفقره اللي بعدها هنا تحت and here I have prepared a letter ready to consent the application for the British passport for your female children, you can download the letter from here. تضغط عليها الفقرة البعدة، وهنا قد أعددت، هي نفسها مترجم يعني الإنجليزي مترجمة بالعربي، وهنا قد أعددت الرسالة جاهزة للموافقة على طلب جواز السفر البريطاني لأطفالك الإناث، يمكنك تحميل الرسالة من هنا. نزلت الرسالة I consent to the application for a British passport for my daughter، هذه لبنتك مثلا، وبتكتب اسم بنتك. بعدين هنا full name of the person with parental responsibility، تكتب اسمك الكامل، وبعدين relationship to the applicant، تكتب انت الاب ولا الام، وبعدين هنا العنوان، وبعدين التوقيع، وبعدين التاريخ، ونفس الاشي كمان بتساوي نسخة ثانية لزوجتك، تكتب بقى هي اسم بنتها، وبعدين بتكتب اسمها الكامل، وبعدين بتكتب relationship هي المذر، وبعدين بتكتب العنوان السكن، بعدين التوقيع، بعدين تاريخ الميلاد. بالعادي انا بعد سويت الاقامه الدائمه واتعبيت لابني، طلبوا مني انه كمان انه لابني اسوي له كونسنت ليتر انه هو ياخذ الاقامه الدائمه، يعني انا موافق انه هو ياخذ الاقامه الدائمه، ولكن الكونسنت ليتر كانت موجوده اوريدي على موقع الحكومه، هن يعني كاتبينها، وبس اكتب عبي الفراغات ووقع. بس هنا في هالحاله في بريتش باسبورت ما كان حاطين هن كونسنت ليتر، يعني انت بدك تكتبها لوحدك، انا كتبتها. على كل حال برجع بعيد، هنا الورقه هذه موجوده للذكور موجوده هنا، وبعدين هنا تحت كمان ورقه موجوده للاناث. هلا بعد ما كتبت الكونسنت ليتر، هلا بقى بدي اروح اطلع على طابعه واطبع الاوراق. للاسف انا ما عندي طابعه في البيت، المنطقه اللي عايش فيها كلها جامعات وكلها سكن جامعي، بس للاسف ما لقيت ولا طابعه هنا للاسف، فانا بدي اضطر اروح على غير منطقه وطلع على مكتبي واطبع عندهم. هذا اطلع هنا احمر، بدي اطلع بالاحمر، لا بالهنا فضي. تمام، حطيت ابني بالسياره وهلا خلينا نمشي. يا الله يا الله،
الله أكبر. الله أكبر. أحسنت. بعد ما كنت بشتري أغراض من عند محل الحلال سوبر ماركت، بدي أتصل لصديقي أسأله على برينتر. هلا بدأ. السلام عليكم ورحمة الله طاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا طاهر، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. كيفك انت، كل شيء تمام؟ الحمد لله بخير. كيف كان يومك يا اخي؟ والله الحمد لله على كل حال، بس لقيت صعوبه في التسويق بالارض، يعني شو بيسموه انت، نسيت اسمه، تسهيل او تظبيط الارض، تسهيل الارض. طبعا طه عم يساوي هلا الكورس الدقر 360 سكيتر. على كل حال يا طه الله يوفقك. اسمعني، انا بدي اسوي برنت، عم بقدم لبنتي على الجواز، بدي اسوي براند، عندي ورقتين ثلاثه بدي اطبعهم. تمام، ما فيش مشكله، تعال البيت. يلا خير ان شاء الله، اللي جايك 10 دقائق ان شاء الله بالكثير. تمام، ما استناني في البيت ان شاء الله. يلا السلام عليكم. صديقي طه كان عم يسألني على الباب مشان يطبع لنا الاوراق، بارك الله فيك. هو وعدني بدنا نسوي فيديوهات على موضوع الفوركليفت، بس ولكن للاسف لهلا الأشياء اللي عملته أنا، الصور والورق والأشياء كله قدم في مكان دار له بهس، وأنا في وقت الحالي عندي كورس، فدار نجهز للكورس ونزلت الليلة صح. فإن شاء الله بعد نخلص كورس بتاعي وبعد ذاك بالراحة نجي نبحث عن الورق ونبحث عن الأشياء كل شيء، المعلومات نجمع، وبعد ذاك نعمل لكم فيديو كامل إن شاء الله تعرفوا شون يحصل. ف ده الحاصل ان شاء الله. الله يوفقك هلا في كورس 360 اكسبليكيتر ان شاء الله، ونبدا عمل ان شاء الله وياك. انا لهلا ما بدات عمل صراحه. ان شاء الله يا رب. يلا خدنا طريق يا طه. كمان بتشتغل على الاي بي، بتشتغل على النت يعني يا طه؟ اي بي وامازون. ما شاء الله، اي بي وامازون. معناته خلاص صار عندنا فيديو ثاني. ان شاء الله يقول ان شاء الله. طيب كيف الشغل على الاي بي بشكل عام، كويس ولا لا؟ انا في البدايه بديت كان نجيب اشياء من اماكن العاديه وقاعد ننزل في الإيباي، ولكن حصل ظروف وعندي أشياء قاعد نعمل، فعشان كده الآن وقفتها، ولكن إن شاء الله بنرجع. هذا الميزان عشان البوستج، عشان أنا قبل ما نمشي لناس البوست نقول لهم أعمل لي برينت هناك، أنا كل شيء نعمل برينت هنا ونحط الليبل بتاع جاهز، ندفع فلوس أونلاين بنديهم في. إذا دفعت الفلوس أونلاين أرخص؟ إيه فلوس أرخص. نسختين سوي لنا نسختين، مشان إذا رحت على البيت وتوقيع انضرب أو واحد صار فيه دامج أو شيء. أها تمام، ما شاء الله. اها هذه ترى لك اثنين. هو سوى نسختين يعني. ايه تمام. Letter of consent to passport application، رائع جدا. في ورقة ثانية، هذا لزوجتي بس يعني باسم زوجتي. اعطيني نسختين لهذه. ثاني فيديو واحد فقط، البيسليب تبعي هذه. ايه بيسليب نسخة واحدة حاج، حتى لو ضاع لأن انتم مهم. تمام والله، شو طبعا في العرض. تمام، يعطيك العافية يا اخي. الدنيا ما معروف الحمد لله. هلا نسخت الاوراق، الكونسنت ليتر والبيسليب. البيسليب جزا الله خير صديقي طه، ولكن ان شاء الله صديقنا طه وعدنا انه نساوي فيديو كامل عن الاي بي وعن الامازون، طبعا هو عنده خبرة محترمة يعني. وإضافة لذلك بدنا نسوي فيديو عن الفوركليفت. هلا بعد ما طبعت الكونسنت ليتر، هلا الآن بس مجرد الموقع هنا. I consent to the application for a British passport for my daughter عسل، بس طبعا كاتب الاسم الكامل. وهنا full name of the person with parental responsibility طاهر خالد الزير، relationship to the applicant father، وهنا عنوان السكن تحت. هنا محل السيجنتشر. تمام، هاي وقعت تاريخ 16/5/2022. إخلاص قدمنا الابليكيشن كان وقتها تقريبا قبل 10/5، صارنا أسبوع تقريبا. هاي هلا الورقة الثانية لزوجتي. توقع. هلا أنا رايح البوست أوفيس، أوراق جهزتهم، هاي تلتين كونسنت ليتر، واحدة مني واحدة من زوجتي، راح أحطهم هنا بالانفلوب هذا. تمام، شهادة الميلاد تبع بنتي وإقامتي، هدول الأوراق المطلوبة الإجبارية لازم تبعتهم. هلا بقى الشغلات هيك التطوعية الغير إجبارية، هو البيسليب قديش راتبي يعني الشغل، بعدين الكونسل تاكس ليتر ضريبة البيت، بعدين عقد إيجار البيت. هلا صاروا هيك مرتبين محترمين. عندي هذا الظرف في البيت صحيح كبير، بس هذا بينطوى يعني، هدول بشيلهم بحطهم هيك. وبعدين هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هيك بتسكر. انا بدي اكتب العنوان هنا، بدي اروح على الايميل ساوي ساين ان واخذ العنوان يلي بدي ابعث لهم اياها.
انا عم بفتح جوجل اشطر على الخبر، جوازات السفر قاعدين عم بيتاخروا لحتى يطلعوا. من اول ما فتحته طلع لي هذا الخبر. على كل حال هلا بدي ادخل على الايميل. فتحت الايميل طبعا بدون ما اسوي ساين ان، مكتوب بقلب الايميل الايميل بعثوا لي اياه اخر مره، send them to هذا العنوان. تمام انا راح اكتبهم مثل ما انكم شايفين، انا عم بكتب بالقلم الاسود. الغريب هنا في بريطانيا دائما بيعترفوا بالقلم الاسود، بالقلم الازرق ما بيعترفوا فيه اغلب الاوقات. طبعا انا ما عم بقول لك انه هلا عندهم ما راح يعترفوا بالقلم الازرق بس هو بشكل عام دائما اذا بتجيب اي فورم اي ابلكيشن بيقول لك رجاءا full it in black ink، دائما عبي الابلكيشن ب black ink يعني بالحبر الاسود. هلا بنكتب هذا العنوان HM1QG. خلصت الحمد لله. تمام هذا العنوان مكتوب هنا وفيه الابلكيشن ريفرنس نمبر موجود هنا. تمام يعني ان شاء الله بعد ما بعتهم راح يعرفوني مباشره، يقولوا هذول لبنت لطاهر السير. وهلا خلينا نروح على البوست اوفيس بسم الله. فين هذا الظرف وهذا التليفون ما انساه، وخلينا نمشي بسم الله. هاي وصلنا على البوست اوفيس. البوست اوفيس امامنا، انا بدي ادخل جوا، بدي اغطي الكاميرا من نوع اظن الله اعلم. جوا كذا بالدور معطول والدور طويل جدا. يلا نشوفكم بعد الدور. I want to send this if you don't mind. Special delivery or sign delivery, something like this. What are you saying? No. Passport office. For tonight, for tomorrow, special delivery, £7.65. Right, okay. How much are you saying? £7.65. Here you go. Here's the £20. I think I have got £25. Here is it. £7.25. That's £65. Here you go. Thank you very much. Right, so give me your tracking number, okay? Right, okay. Okay, thank you very much. Right, okay, thank you very much. بعته سبيشال ديليفري. سبيشال ديليفري يعني هذا أأمن طريقة تبعته فيها البريد. كلف £7.56. شد اللي سبعة وعطاني تراكينج نمبر، فيني أنا أدخل على البوست أوفيس أونلاين على الموقع وترقبوا وين هو وين وصل. بس ما في داعي يعني، هو يعني هذا سبيشال ديليفري بيكون وان داي ديليفري يعني خلال يوم واحد بيوصل ان شاء الله. بس وصلوا باسبورت اوفيس بيبعثوا لي رساله بيقولوا لي حصلنا على الاوراق، وصلنا الاوراق وان شاء الله بيمشي الحال. ف ان شاء الله نحن نتامل خير، نتامل خير. خليك مفتوح يا باب. اخ تفضل. سكر الباب اوتوماتيكيا او تلقائيا. الحمد لله بعتنا الأوراق في البوست ولا عم تنزل مطر. هذه الدولة اللي ما تقف عنها المطر أبدا. على كل حال إن شاء الله شو بصير أحداث جديدة رح نساوي أبديت على قناتي على اليوتيوب. إذا ما لك مشترك معي يسعدني اشتراكك، وإذا مشترك أنت أوردي يسعدني تفعيل زر الجرس منشان يوصلك كل جديد. وهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله بنشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.